بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عشر كين السقالات وحكب الله من دونا آية تضبي صدنات سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا مركي سداسي أي دعضي. فتلقى وحأ لكل مي آدم وحأ لكل مي من ربه ربه وحك لكل مي كلمات كلمته آدم حق ربه أيو كلمة كهلي. فتاب وكتوب أقبل عليه دشيسة إلهي ما كتوب أقبل إلهي مركو بريي. إنه إلهي هو إسقو التواب الرحيم ومد آد أتوب أقبل بضن أو إلهي آدي آد بتوب ضو أقبلا. كلمة ها ستلوا محي. فتلقى آدم من ربه كلمات كلمة ذو لكل ميبال لوا محي. كلمة ها سي دق دق بو آدم كلمة ذو لكل مي محي هاي كلمة ها سي. علماء ذو إسقو قبتنو قاركود وحي راهدين. كلمة ها سي واد عذي رب سورة الأعراف آية صدحية لا تناد وإنه قش شيء. وحي راهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمة ها سي إلهي كبريين وإلهي بقعمها هاص لكتين وصدب أبي إلهي أقول نقدين مركز ربك توبة أقبلي. إلا إن إلهي واتواب من توبة أقبل بضن وأنا الرحيم من حريص بضن. كلمة ها أي إلهي كبري أي إلهي كبريين. طلو هذا بدو عدن آدم أمبا هلكا مقعابا سورة البقرة آدم أمبا الله شيقي لكن حاول مشيقين. فتلقى آدم أمبو ربيجري آدم با الله كل مي كلمدو أو حق الرب يجيك الله كل مي حاوب الكورما إيضا وحين أغنهي حاول لفتيدو إني إلهي لبريضي أو أي دعيستين أو آيات ديك له أيو ربي ستوسا إنو قم مقعابي. فلما دعوا الله دعوا بالي حتى ألف تطلية أيام يشتاء الله كل كان ستوسا إلهي أبريين أوي أوي ربي بي سبحانه وتعالى لبدو دبا إلهي بي أنقذين. فتلقى سيدك دقا أيو أولاكو المي آدم آدم من ربه ربه كلمات كلمة أيوك لكو المي. فتاب وكتوب أقبل عليه دشيس إلهي ما كتوب أقبلي إريق تابا مرنا إلابا دبرنا عضا مرنا علابا دبرنا عضا معنوه لو يسبدلا هذه تابا إلالي لأو توبكيني ويا إلهي فاعل أمان نقضو تاب الله إليه لمي إلهي ما توبكيني بين نقنيسا وإلهي ميود دنبابي مركا لدي توبكيني taabada ilaah haday daba dhacdo uu tawba keenay weeyii taabada calaa haday daba dhacdo oo taaba calayhi admaqashana uu aqbalay weeyaan oo ilaahay ba faa'ilu noqdo tawbadii buu aqbalay weeyii fataaba calayhi baliyiri taaba calayhi ilaahay ba tawbadii ka aqbalay markaa innahu ilaahay huwa isagu atawwabu wa mid aad tawbada uu aqbala arrahimu wa mid rahima oo naxariis badan oo adoomadiisa uu naxariis badan weeyii ربي سبحانه وتعالى دولك أودك مركو يري وحدولك أودك دي لغا كرتب ماي أو لغا دنبيسي إهبطوا بعضكم لبعض عدون إن عذاود اسكو قبينو إيهين ودولكم مستقر إنو نقن إيه مطاعن إنو نقن هادنا مر لباد بو ربي ليه دولك أودك عيان ري وحنا لغا رتب اي هادو هنون ديي ما دمرك دولك أودك تين قفك هنون كراعا عبسدوشي سماها أدون كما عبسون ايو او آخر ما عبسون ايو او قبرك عبسون ما ايو ايه قيامة طانا عبسدوشي سماها بالليه ايهي ربي وحوري قلنا وحنو ندي اهبطو دقا ايانو ندي منها چند كدقا ايانو ندي جميعا لمانتين اذن كوعة لمانتين چند كدقا ايانو ندي فإما يأتينكم هدو اذن يمادو مني اني حقا ايقا هدو اذن كي يمادو هودن هنون هدو إذن يماد هدبا هدو هنون إذن يماد هنون كاسي ووحي سمد اللي قسو قد جيه سيدة كتاب كأنه قرآن كآه وكاله أما واح رسول اللي نوسو ديرو سيدة الرسوشي اللي نوسو ديرو يي أوكاله أما واح وي قفكو أو صحدة إيا خلط كاكالا قرت أوكاله فهمه وعقل جيسو بأوسي يطريق صحدة إيا طريق خلط كآه وكاله قلنا وحنو نري إهبطو دقة منها چند كدقة جميعاً دمانتين إذن كوآ فإما يأتينكم هدو إذن يماد
مني أنا حقيقة إدين كي مادو هدن هنون هنون هذو حقيقة إدين كي ماد فمن تبعك الراعه داية هنون كيغا قفك هنون كيغا الراعه فلا خوف عبسي عليهم دشو دماءها ولا هم مناءها يحزنون كوى مرغونية مرغونة كوى مطال عبسنا كوى مطال هداد إلهي هنون كيس الراعه هنون كاللي أوار رسوش أصاد ريو أما وحيك سماوي اللي نوسو دجيني يدين اللي نوشيك يوي مرنا بعبسون ميسد هدا تامرتو haddaba ki hanuunka raaciin una cabsoonayn baa la sheegay ka an hanuunka raaciin maxaa laga yeelaya oo xaalkiisu sidee buu noqon qofka an hanuunka raaciin rabbi waman lam yatabi' hudaaya halku ka oran laha wuxuu yiri waladiina kafaru oo waladiina kafaruudani wa faman lam yatabi' hudaaya kan hanuunka iga raaciin uun bay ka dhigantahay waladiina kuwa kafaru gaaloobay ee rasuulsha aan soo diray diiday ama kutubta aan soo dajiyay humayn waayay waladiina kafaru كوا قالوا بي وكذبوا إيه هدنا بينيي بآياتنا آياتها يجي بينيي أولئك كواسي أصحاب النار نار تأيي لصاحبيان نار تأيي لصاحبيان هم إيهو فيها نار تدحد إذا أيي خالدون كواريان كواسي نارها أيي كواري مركا دولك اللود دقو إد وحي قلسو دجيو أمر رسوش الله صادره عد الراعي ويده ومين ويده نارها أي كوارا ينبوه ربي يلي سبحانه وتعالى آيضا قصة آدي آدو عجيب والمبني آدم هلكي أبور كوغو وكب الله وضيء أيو ربي إنو غور رمي إيا عذا ودي إبليس كدح مرتي أيو ربي إنو غور رمي علمذ واحد إله دين دم بيكو بادا إلهي لغو عاسيا كبير بون نقضي وآي إبليس با عاسيا مركي يلي ليلي آدم وسجود كلك كبير بونا كو عاسية يو وحي لآدم أنا كخير بضن أنا خير منه بوري خلقتني من نار وخلقته من طين آدم كانت لشيغة يبا أنا كخير بضن أنا قبول أنا كمضن أنا كمضن بو إبليس لسو تاقي وكبير كاسي الدم بيقوح نغضي الدم بيقاسي كبير وحالي راقفك هدو الدم بيقيسو كبير يهي انت بضن وحالك يا عبار ربي إنو لك توبة أقبالين سيدا إنو لك ربك توبة أقبالين oo rabbi de tawbada uu aqbalo qof kasto uu tawba keenay lamaba waafajiyo dariiqo ku tawba keenayba lama waafajinayo dambigu haduu kibir yahay laakiin dambigu haduu kibir noqon waayo uu na kibir ahayn sida aadam geedkii uu cunay oo kale geedkii uu cunay oo kale hawada iska jacayl haduu noqdo waxa dhici karta baa la yiraahdaa inuu qofkaasi ka tawba keeno oo uu qof wanaagsan noqdo oo rabbina tawbadiisa aqbalo ayaa iska badan culimada qaar kood waxay yiraahdeen dambigii koobaad وحن نو أرقنا إيه دلك دوشي سكرنا عي حسد بان وحي سنة أول ذنب وقع في الأرض حسد بوها بي لهذين وآدم مركو أركي إبليس مركو أركي آدم قيمه سي وأركي آدم وملائكتي وحبرايا أيو أقولي وايي وقادم وايي كدب ندن بيقى حسد كأبا هل كاكرنا شي بي لهذين ودن بيقى كوباد أيو حسد كأها أي علماء غير كود نكوت المامين علماء غير كود نكبر بي كوت المامين وحال يوري isma diidayaan labada hadal ee ibliisku dambigu ku dhacay dhinacna xasad buu ka aha dhinacna kibir buu ka aha oo laba dambi oo isbarkisan ayuu ibliis ku dhacay sidaas ayay jawaabtu noqonaysa rabbi subhanahu wa ta'ala ayadan ya bani israa'il u in leeyahay afartan qodobaynu ku arkayna ila juska inta inu gaarayno sayqulu sufaha ayada ka bilow ila sayqulu sufaha yahuudaynu ishayna يهود أيو ربك ورمي دونا سبحانه وتعالى يهود أيو وحيابه أي سميين أفرطن قضب أقولك على إنو صبرن لغايا قضب هذا أقوى وين أي نقاضنا إنواء إلى أفرطن قضب وحال إلى هذا التبنمع ويهود إلى هيسي أما يهود النبي محمد لتشوكته النقضان أما يهود الرسول ككور رئيها النقضان تبنمع أيو إلى هيسي سبحانه وتعالى تبن كوالي نوش يغايا تبن أبا الحمو أبالا ويال بيهود أهايين طبان أبالا ويال أو إلهي أي أغو أبال عليين طبان كان والي نوغو لمانين أيا وطبان نمعو إيا طبان أبالا ويوي ربي والا باتن طبان بلايو أو يهود اللغو صلدي طبان بلايو أو يهود اللغو صلدي نوالي نوشي أغيا طبان بلايو وصدن toban qadiyadood oo toban canaanood oo yahuudi nabi maxamed la nooleyd lagu canaantayna waa la ino sheegaya
aayaadka ardayga xaafidkii wuu garanayaa haddaan sooqa qabto aayad aayad ama qodob qodob. Qodobka koowaad ee nimcada ee yuhuuddii hore loo sameeyey nebi maxamed ka horreysay, alinjaa min cadaabi fircoon, waa nimco weeyaan ilaahay u sameeyey. Alinjaa min cadaabi fircoon, fircoon cadaabkiisii baa laga badbaadiyey, waa kow. Talabaad waxa weeye falaqulbaxri, markii xaggan ciidamadii fircoon ay ka soo mareen reer banu israa'iil, xagganna ay baddii ka martay nebi muusuun baa la yidhi badda usha ku dhufo, ilaahay baddii buu kala kaxeeyey. Waa tafliiqulbaxri ama falaqulbaxri, waa nimcada labaad ee loo sameeyey. nimcada saddexaad xilligay tiiha ku jireenay dawakheen ee saaka halkay ka dhaqaaqeen un gobolku markuu dhaco ay dib ugu soo noqonayeen, deylin cadeedaha iyo saxaaraha way ku dhiman lahaayeeni, tadliilulghamaam daruuraa loo hadheeyey, oo waa nimco rabbi siiyey, waa nimcadii saddexaad. nimcada afraad markay dembaabeen ee nafihiina dila la yidhi alcafwu canhum, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu iska cafiyey. nimcada shanaad waa kufraanu khataayaahum, gefafkoogii in la dhaafay, waa nimco rabbi siiyey. oo rabbi ayaa yidhi kuwa rumeeya iyagoo kutubtii hore sidaa soo yaqaanay low kafiranna sayi'aatihim, sayi'aadkooga waa la dhaafayaa, waa nimcada shanaad. nimcada lixaad nebi muuse oo nebigoogii ayaa kitaab idil iyo waxyi idil loogu soo dhiibay. nimcada toddobaad nebi muuse ayaa xajar yar oo markuu ku dhufto dhagaxa maxaanku idhaha ama ul yaroo markuu dhagaxa ku dhufto 12 u kala jabayay baa la siiyey. nimcada siddeedaad dadkoogii dhintay ayaa marar badan sida qoladii 70-kii ayaa dib loo soo nooleeyey markuu nebi muuse ilaahay weydiistay. nimcada sagaalaad ilaahay manni hilib iyo waxyaabo bisil manni baa loo soo dejiyey. nimcada toddobaad ilaahay salwi baha la yidhaahdo manniga ka fogay malabka iyo dee salwigu waa hilib iyo waxa weeyaan bisil oo diyaarsan iyo waxa weeyaan malabe, labadaa nimco waa tii sagaalaad iyo tii tobnaad. rabbi tobankaa nimco oo reer banu israa'iil la siiyey ayay aayaadka soo socdaa ka warbixin doonaan halkan laga bilaabo. bal ilaahay maxay ugu jawaabeen toban balaayay ugu jawaabeen toban balaayo nimanka xumaa. balaayada koowaad qabaa'ixdooda waxaa ka mid ahaa qowlka ay yidhaahdeen samicnaa wacasaynaa, waxay idhahdeen samicnaa ilaah waanu ku maqalnay waanu fahannay, laakiin wacasaynaa waanu ku diidnay bay yidhahdeen, ku diidnay bay yidhahdeen ilaahayow, bal wax ka af adag eega, ku diidnay bay rabbigood ku leeyihiin, waa yuhuud. shaqadaasi waa shaqadii yuhuudda lagu yaqaanay, waa kow. qodobka labaad iyo balaayada labaad ay rabbi ugu abaal celiyeen waxaa ka mid a markii nebi muuse uu ka maqnaa muuse saamiri mid la yidhaha baa dibigu sameeyey oo rabbi bay ka dhigteen, itikhaaduhum alcijla ilaahan, dibigii bay yidhaahdeen ilaahan caabudnaan ka dhiganaynaa. nimcada balaayada saddexaad nebi muuse ay ku yidhaahdeen arina allaha jahratan, annaga ilaahayna tusbi indhaha noo saar markaasaanu caabudiyey, arina allaha jahratan, si cayaanan a rabbigaad caabudo noo tusbay yidhaahdeen. nimcada afraad qowlkii la yidhi dhaha ayay bedeleenoo waa kuwi xidatun yidhi ama xidatun waa kuwii yidhi, qowlkii bay bedeleen dhaha lalahaa. balaayada shanaad waxay yidhaahdeen lanasbira calaa acaamin waaxidin, markii ilaahay nimco diyaara uu siiyey ee mannigii iyo salwigii iyo nimco isa saaran loo keenay ayay yidhaahdeen ma cunto qudhaadna leedahay cuna, war basashii iyo timirtii iyo kuwaas aan anagu doonay basal iyo waxaan doonaynaa bay yidhahdeen, waxaa bal nin ka waran hilib bisil iyo malab iyo nimco isa saaran loo keenay oo basal ku wareegaysanaya ka waran. lanasbira calaa acaamin waaxidin. nimcada toddobaad balaayada toddobaad ee rabbi ay ugu jawaabeen waa taxriifulkelim, kelmadahay bedeli jireen, hadalkay bedeli jireen, odhaahdiiyo weedha ayay gediyayeen si kale u gediyayeen. balaayada toddobaad waxa way xaqay ka jeedsadeen intuu u caddaaday kadib, tawaliyihim can ilxaq bacda duhuuri. balaayada siddeedaad waa qaswatu quluubihim, qalbi qallayl baa ku dhacay oo waa kii la yidhi ow ashadu qaswatan min dhagaxaba way ka qalbi engegi yihiin. balaayada sagaalaad waa kufruhum biaayaati illah, ilaahay aayadihiisii bay ka gaaloobeen. balaayada tobnaad waa qatluhum anbiyaa illah, nebiyadii ilaahay bay laayeen, dad nebiyadii ilaahay dilaya oon waxba balka waran la hadhaynin balka waran. toban balaayo toban nimco markuu rabbi siiyey ayay toban balaayo iyaguna jawaabtii ka dhigeen, waa labaatan baynu haynaa. waxaa jira toban musiibo ilaahay uu ku riday, toban cuquubo oo ilaahay uu nimankaa dul dhigay baa jira. horta dullinimu baa la saaray foorar, bal ummadiidii loo wada foorartay oo wada dullaysana wada oganaysa un ka waran, waa balaayada koowaad. miskiinnimo iyo faqri baa haddana lagu riday iyo gaajo, waa balaayada labaad. ilaahay baa haddana u cadhooday oo qadib allaahu calayhim ila yuhuuda loo yaqaanaa maqduubi calayhime, waa balaayada saddexaad. haddana icdaau ljizya, jizyaa la saarayba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun, waa balaayada saddexaad.
هدنا أمرهم بقتل أنفسهم إسلا سورة دنا ينوغو إمان دونتا كيو للي فقتلوا أنفسكم ولدا توبك أنا يسين مركا يقفين بالي النفتي ندلة وكينا بريدي إيه كينا دنبامين نفتي سهسود دلو نفتي ندلة بالي يلي وبلايا الله قصر لدي توبة دودي هل كعديكو عدق عنتو انت هاقي سين إلهي سيدة بعض أولاني سي إلهو أنكو صور نقضي إياقا واحد لقولي هدا توبك أنا يسين دلة بل توبة دودي انت إلا أقيت كورن وبلايا الله دول دي قيوهي بلايا الشنعاد ومسقهم قردة داير بالغا دي daayir baa laga dhigay inta la masaxo dadnimadii baa laga kixiyay daayir ha noqdeen balaayada lixaad doofaar baa laga dhigay waa balaayada lixaad oo ilaahay uu doofaar buu ka dhigay balaayada toddobaad rijsi iyo cadaab baa samada laga soo dajiyay balaayada sideedaad saaciqa baa qadbatay balaayada sagaalaad tahriimu tayibaad waxyaabihi macmacaanka oo dhan baa laga xarimay fa bidulmin min alladina hadu haramna meelo badan buu rabbi inoogu keenin doona ugu dambayn waxaynu arkayna ilaa 10 qodob oo ama 10 musiibo oo nimanka yahuuda arabi uu ku sameeyay 10 10 baynu hadda tirinay waxaynu nidi dulli baa la saaray waa koow waxaynu nidi miskiinima la saaray waa laba waxaynu nidi rabbi baa u caroday waa saddex waxaynu nidi jizya la saaray waa afar waxaynu nidi naftooda inay dilaan baa la amray waa shan waxaynu nidi doofa daayir baa laga dhigay waa lix waxaynu nidi daayir baa hadana laga dhigay waa toddoba waxaynu nidi cadaab baa lagu soo dejiyey waa sideed waxaynu nidhi musiiba cirka kaga timid oo qabsatay waa sagaal waa saaciqa ku timid tobnaadna waa taxriimu tayibaad tobankaa qodob baa nimankaa nebi maxamed kuwii la noolaa iyagana waxaa lagu canaantay oo lagu canaantay toban qodob toban qodob baa yuhuudii nebiga la joogtay la noolayd lagu canaantay tobankaa qodob waxaa ka mid ahaa kow waa kitmaanuhum amra muxamed sala allahu calayhi wasalam iyagoo nebi maxamed garanaya tilmaantiisa iyagoo og inuu yahay wuxuu wataa xaq unbay haddana ka jeedsanaya inay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhinac ka ahaayeen horta waa qodobkii koowaad ee yuhuuddii nebiga la noolayd lagu haystay waa kitmaanuhum amra muxamed ka labaad wuxuu ahaa taxriiful kalim kelmadahay bedelayeen oo de waxbaan garanayna laa taquulu raacina baa laynu odhan doonaa walaakin quulu undurna undurna raacina iyagaa bedelay oo si kale u bedelay waynu garanaynaa taxriiful kalim waa lagu yaqaanay nimankaa waa qodobka labaad ka saddexaad waxay yidhaahdeen wuxuuna ilaahay soo dejin hada min cindillah ilaahay buu ka yimid agtiisa ka afraad waxay qatluhum anfusuhum way waa nafoogii ay dilayeen ka shanaad waa ikhraajuhum fariiqan min diyaarihim dad idil bay soo qixiyeenay daarahoogii ka soo saareen ka lixaad waa xirsuhum cala alxayaat latajidanna ashadda annaasi maxay ahayd walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin waxa weeye waa xirsuhum cala alxayaat كالتضباد وحوي عداوتهم لجبريل نبي يعني ملك جبريل بيبي عدو لنا قدير ملك ذيل بيلو علوبين جبريل أسورة دا ينوك يعني دونتا كسيداد واتباعهم سحر سحر بي راعين سحر ينو قدير سحر كسقالات وحينو قرن إنا وحي لهذا نحن أبناء الله إلهي بابا نقرن دالي إنما دي ويلشي إلهي بانو نحيبين لهذا بالدم بهالك إيكي قارين أك كتبنا ذا وضم بي إلهي بأفلق هذا ينو وحي لهذا يد الله مغلولة ilaahay gacmihiisu way daldalan yihiin bay yidhaahdeen ilaahay waxba waa bakhaylo gacan wax bixisaba male bay yidhaahdeen gacantiisu way xidhan tahay bay yidhaahdeen ilaahay baa qullat aydihim walu'inu bima qaalu lacnad baa dusha lagaga saaray oo daruuro lacnada ku da'aya tobankaa qodob waxaa lagu canaantay yuhuudii nebi maxamed la noolayd afartan qodob baa halkan inooga bilaaban doona biidnillaahi tacaala waa toban nimcoo la siiyey iyo toban abaalxumo oo ilaahay ugu jawaabeen iyo toban musiibo oo ku soo dhacday iyo toban canaanood oo kuwii nebiga la noolaa lagu canaananayo rabbi wuxuu yidhi yaa bani israa'iil ilma bani israa'iilow udkuruu xusa nicmatii nicmadaydii allatii nicmadaasoo ancamtu calaykum an idinku nicmeeyey wa owfuu oofiya bicahdii ballantaydii uufi waxaan idiin oofini bicahdikum idinna ballantiinniiye wa iyaaya hadda aniga uun farhabuun iga baqa aniga uun iga baqa cid kalood ka baqdiinyayna jirin aayaddani waxay tilmaamaysaa ree bani israa'iil baa lala hadlayaa ilme bani israa'iil waxaa dhalay yacquub nebi yacquub baa dhalay calayhi salaam yacquubna waxaa dhalay nebi isxaaq baa dhalay nebi isxaaq baa yacquubna dhalay nebi isxaaqna waxaa dhalay nebi ibraahim baa dhalay bal ka waran waa ummadeedii loo nebiya ku abtirsanaysa markoogii hore xaggii dambay ka xumaadeen waad aragtaa laakiin kolka waa yacquub baa dhalay uu isxaaq sii dhalay uu ibraahim sii dhalay baa wasaasay silsiladu u taxan tahay yaa bani israa'iil ree bani israa'iilow udkuruu xusa nicmatii aniga nicmadayda xusa
ولبنا النعمة سوى مفرد المضاف لمعرفة والنمعوين كي حسوي نمعوين كأن إذن سيي بلح نعمة قرى ماها والنمعوين آد أفر بضا بل نمعوين كي حسا نمعوين كان ها هذان ريبنو إسرائيل كي النبي قال الله ولك واي هايستان أما أبياشوت كوال سيي انت من ربي وشيقيا يا بني إسرائيل إلما بني إسرائيل اذكروا حصوص نادا نعمتي أنيق النمعوين كي حصوص أما نعمة إذي التي نعمة أنعمت عليكم أن إذين كن نعميي نعمة ذا إذين سيي بل هذا حصوص نعمة ذا سوا ما حيتلو أدبا يوفر بضانتا نعمة ذا سي ربي أيا إنوش يغيو يري وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هداد إلهي نعمة ذي ستيرية استراهدين كوبي بميسين نعمة ذا إلهي كوبا مالي كوبا لما أوران كرو يا بني إسرائيل ري بني إسرائيل اذكروا حصى نعمتي نعمعوين كيغي التي نعمضوا أنعمتها عليكم هذا ماشا كما قال عائدك وها أنعمتها عليكم أسل كيغو أنعمت بها بوها أنعمت بها لكن أنعمت بها لأوران ما يهد بها لأوران ما يهو قاعدة دي محمد بن مالك متنق ألفيها كل شيء غيبي خلافي وعائدك مجرور كأمريكا لحد فيه اسمك موصول وإنو جرى إسلع عائدك حرف كجري سيدا ويشربوا مما تشربون من إني وذجرت أما الله تيداس إني بأجرت أي أحد كل كان فيه حدف ثم تسأل بالي يري انت هذا بعد لقى حد فيه وعائدك أنعمت الله حلو أنعمت هالي يري أيا نزع الخافض لقول نصبنا إياه يا بني إسرائيل إلما بني إسرائيل اذكروا حصوصنا ذا نعمتي نعموين كيجي التي نمعوينك أو أنعمت عليكم أن إذين كن نمعيي وأوفوا أوفي بعهدي بلنطيدي بلنو إلهي لقلي ولقد أخذنا بني إسرائيل ريبن إسرائيل بلنو إلهي كقاضي بلنو لقلي وحكم إذا النبي محمد إنه هميان مركو أيمادو أوفي بلنطيدي والنبي محمد هميان بالليه وهذا لكتنو إذين يمدي أوفي وحن أوفيني بعهدكم أن عهدقيني إيا بلنطان إذن لقلي وإذين أوفيني oo ballantaa rabbi uu la galay waa maxay tala uu u sameeyay waa inuu dambiyadooda dhaafayo hadaad rasuulka rumaysiin dambiyadan idin ka dhaafibu rabbi ku yiri subhanahu wa ta'ala wa iyaya aniga uun firhabuni iga baqa qaar badan oo yahuuda ka tirsan oo wadaadadoodii ayaa iska ilaalin jiray ama ganacsatada ama bulshada ama dad kale oo is oran jiray ama biilad helaysay in baa la idin ka jari ama waxa la idin oran doona ninkana idin ka khatarsan oo ninkana ay raacayaan kolka cadaawad halka gelisay ayay rasuulka u diidanayeen markaas uu rabi leeyahay wa iyaya farhabuun aniga uuniga baqacid kale ha ka baqina mid biil ku siiyaha eegin mid bulsho ku aha eegin mid kale ha eegin hadaad aragto xaqii oo nabi maxamed uu wato deer rasuulka raaco rasuulka rumee oo rasuulka garab u noqo ayaa lagu leeyahay aniga uuniga baq wa iyaya farhabuun wa aaminu rumee reebanu israa'iil bima ki rumee anzaltu an sawdajiyay مصدقني سقو كاس الرومين يلي ما كي معكم عيناها ريبن إسرائيل ونبي محمد كتاب كان كسود جي أو قرآن كا قرآن كار رومي يبالي يري إلا قرآن كوح الرومين يا كي إذن كلا إذن كسود جي أو توراتها تورات بالرومين يا يو تورات باكو قرآن نبي يدي نيب الرومين يا يو لي وين نبي يلي يا هي قرآن كار رومي يبالي يري هذا با وآمنوا الرومي ريبن إسرائيل بما كي رومي أنزلته هل كه أيربا مقنو وحوي بلاغه القران كانو شيغو اسغو مقن معنيه سو جوغو بما كي انزلته ان سودجي وعائدك ماغا مصدقا اسغو رومين يا كاسي وا قران كه لما كي بو رومين يا معكم عين اها مصدقا وحا لغا حالين يا هاد حدفن اما وحا لغا حالين يا بما لبدا قول با لا اسكو قبتي لبدو وا صح مصدقا اسغو رومين يا لما كي معكم عين اها ولا تكونوا هنقنين يهودي أول كافر ننك كوباده كو كوباده كقالوبة به كان أنسود جيي أو قرآن كا عدة كوباده كقالو ده حنقنين أبو ربي يري وآيو هداد يهودي قالو دين إلا إن أمد دي وقت كان نوليد وذاداد وآهي ديني داد كي يبلو شوين تي كلا إذن راعي دن بيجي أمدها أوردن با إذن كا إذن فولا يمركا سي دن بيجي ني إيكي أمدها أيدان أقادن وردتك هو هركعين إن القرآن كدي دين دادك هاو هرك عنا إن النبي محمد فرتين ساسو إلى هاي يهود كليه وآمنوا الرمية يهودي بما كي الرمية أنزلت أن سود جيي مصدقا إسقو كاسي رمينا يا لما كي معكم عينها ولا تكونوا هنا نقننا
أول كافرين كقوباد كفريا به كأن سود جيك كفريا ولا تشتروا هكو إيبسنين بآياتي آياتها إيقا هكو إيبسنين ثمنا لعق قليلا ير آياتها إيقا لعق ير حسيسنين دينتها إيبسنين أو منصب إيحل حسيسنين أما لعق حسيسنين أو حق رهنتا كشيغا حق سيدو يهي أشيغا لكن حق عيدها الليحنين أو عيدها وشنشيرين وحالي العلماء ما أنت النول هذه حق أي عيد كلا سيستان أما أي وحك لا أفسدان إسلا آية دا يهود أو تعالى أم بأيغانا أو تعالى إلا يهود أهل كتاب أهايين دين هرية قانين علماء ذنين الدين بأيغانا يان وحا أو تعالى حق إنو هلكو يهي أون لديقو حق هلكي سنبع ديقايسا هذه النفط هذا إيا عيد كلا أي إسقب صدان ود أديقو حق غرانا يسو نفط هذا ميلاها إكو خلدان تهي إناد غريسيد ماها مركو إلهي درتي كأي هي وإناد شيكتايو تلا هذا النفط إذن إنتها سيكو قردران تهي أو سيدا إيا سيدا إيا سيدا سيان سميهي كانينا إنتها سيكو قردران يهي وإناد حق عديسا إلهي وحو إن لاي يهي ورمرخاتي غفورة ولو على أنفسكم نفتي نبها أهاتي أديقو إسكو مرخاتي فر إلا إن حق مقرين كريسيد وإلهي كقرين كريميسي سبحانه وتعالى هذا آيادها إلهي إلا نافسدو لإيبسدو تعرى بما أقوله لما أقوله لما وذات بابري إسقبتي وآيادا قصادة يدو توس بي وقرح عدانايا لما وذات بابري إسقبتي وحالا إسقبتي لما رهير بايسا يو فقهيقا وإن أقنوه فقهيقا دواء علمي آد دقيقا علمي آد يآدو أدق أو دقيقا 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 وإي فقهيقا وآيو مسألة قروا اللغو هردقا أيا طبان حكم إني كرييراتا لغا يابا طبعاً حكم وحلا جاك بهاي مسألة ده سيقول حكم قرأوني هذا قوة ضل تورينه إن أتلا هلك حكم قاسي كلا ذي أو هلك حكم قاسي كلا ذي أو هلك حكم قاسي كلا ذي لبر رير به مسألة يسوق قبضة ذي سو ما لدنا إن بدل وحي مودان رير كوداد كأيساق حيستانو عالم يهاي رير كاسوني إنه هلا يجرتها ساسي مودان كل كا حق باللوم تشي ده حضور خسيدا يهاي حق هلك يهاي أم بعذانية أما وذات ساق حيسا أديق أما هساق حيسن كم تغيرك كلا ساق حيستان وحشيجة يهدو حق يهاي تكابون بشيجي هاد كوشيجة يوم بحدو حق لشيجة يكاسون بحقة حق واحد لقط ضوضاء أدنى أو هبر ساق حيسا أدنى أو هبر ساق حيسا معها قبر لفرعي مع اللي سو حيستي ما فرمي يوي فرنت هاي من بعيري وحيس بده ينو ككلا فخ جوجا قوم بده يهاي عرش يخبره يوي فرنت هاي ده بيجري ما فرناك وعراني يه amma ma furnayde way furan tahay baan ku oranayay een ma aha marka xaq wax la sheegayaa haduu warku sidaa ba yahay xaq ma aha wax la sheegayaa waa wax kale waa in yar buu qarinaya in yar buu la hadayaa ayuu qarinayaayo in yar buu kan ku qancinaya kana bayd gaaba kolba in yar uu ku qanciyuu sheegayaa laakiin xaq sidoo ahaaye ilaahay u baray uma wada sheegayay ka dhigantahay xaq waa in sidoo yahay ad u wada sheegtaa adigoo waxna la hadaynin odanay ninna kana la socdaa iyo kana i xiga iyo aniga kana iyo halkan idan iigu jirtaa toona waa inaan inaan xaqda iibsanin Soomaalidu geelay kala dhici jireen oo waynu ognahay geel inkastoo hadda baloodhadii dhici oo galay oo baloodhada la kala dhaco laakiin geelay Soomaalidu kala dhici jireen waa la garanaya geela wadaad baa loo keenay jiray geel la soo dhacay riyada laga soo qaaday wadaadka marka geel loo keeno ayuu odanaya haye ma xalaaleeya geela waa geeli reeba laga soo qaadhay oo agoon baa ku jirto ubad maati ay ku jiro dumar waaweyn baa ku jiro waayeel aan xidan kareynin ayaa halkan dambarkiisa lagu cabayaa urtiisuna ay gaareysa markaas oodanaya geelan idin xalaaleeynaa in misaad siinaysiin shan qaalmood ka qaada haddii geela xalaalayso waa boqol halaad reerkii laga soo dhacay buu tagayaa isagu waa wadaadooday lama taabanayo intuu reerkii u tago oodanaya oo reerow geeli waa la idin ka qaaday oo heli may siine ka warama hadan 10 halaad idin keeno toban halaad hadaan idin soo celiyo ma iska cafiyeysiin arma cafiyeysiin hadaan toban idin keeno waa bariye libaaxayn markaas oo toban halaad oranaya wargeeli waa la xalaalaynayaa toban kan halaad keen aan nimankii ku qanciyee toban halaad buu ka soo qaadayaa reerkii buu keenayaa ayuu oranayaa hooyo toban kan reerku ma toban kan ay ku qanacsan yihiin mise awood baa u run sheegtay awood baa u run sheegtay toban kan wax lagu qancaya ma aha wax lagu qancaya ma aha xaq marka la rabeer run la doonayo reerku geeloogiyo dhan bay wada rabaan laakiin awooday ku dhacsadaan bayna haynin waxa dhacaya marka tobankii buu geeynaya wuxuu oranaya toban halaad keena uu ka qaadayo uu geeynaya iska xalaaleeyay hayeeyay oranayaan ma haye uurka ka soo go'day baa mise waa tu afka baarkiisa ilaahay aayadihiisa inaan iibsana ma aha ilaahay aayadihiisa aduu hadaan waxba qaban kareynin oo cidan dulman adan wixiga oo dhameysa u celin kareynin waxa laga rabaa dambiga waxba ka qaadanin qayb ha ku yeelanin oo ha oranin waan xalaaleynayaa iyo
reerkii baan odhanaya xalaaleeya iyo beriye libaaxiin baan ula tegayaa iyo badaa adigu ha gelin badaa kala aw wa aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzaltu aan soo dejiyey musadiqan isagoo rumaynaya kaasi limaa kii macaku miciina ahaa ka miciina abuu rumaynayaaya rumeeya waa qur'aankeenna hadda bimaa anzaltu daasi waa qur'aanka qur'aanku kolkaa waa musadiqan mid rumaynaya limaa macakum limaa maca alyahuud yahuudda miceega wixii ahaa oo towraad ah ama yahuudda miceega wixii ahaa oo nebiyadii loo soo diro nebi muusa wuu wada rumaynayaa qur'aanku walaa takuunuu ha noqonina yahuuday awala kaafirin gaalka koobaad ee bihi kii andejiyey kii soo dejiyey ka gaalooba qur'aanka cidda koobaad ee ka gaalowda ha isku noqonina waa digniin rabbi uu siiyey yahuudda walaa tashtaruu ha ku iibsanina biaayaatii aayadahayga ha ku iibsanina samanan lacag ha ku iibsanina qaliilan yar aayadahaygaana lacag yar ha siisanina wa iyaaya aniga uun fataquuni iga baqa aniga uun iga baqa ilaahay baa laga baqaa subxaanahu wa tacaala ee aniga uun iga baqa buu rabbi leeyahay aayaadkaasi runtii yuhuudda rabbi kaga warramay iyo wadaadadoodii yuhuudda wadaadadoodii muslimiinta wadaadadoodana way dul saaran yihiin uun kuwa maanta nool iyo kuwii shalay noolaa iyo kuwa berri noolee wadaadada ee culimmada ah ka digtoonaada baa la leeyahay waa wixii wadaadadii yuhuudeed halkay khatarta ku galeen weeyaane idinkuna ka digtoonaada oo iska jira baa la leeyahay walaa talbisuu ha isku darina alxaqa xaqa bilbaadili baadil ha ku darina xaqa iyo baadilka ha isku qasina buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala xaqa iyo baadilka ha isku qarisina xaqaasi waa nebi maxamed inuu nebi yahay baad garanaysiin baadilkuna waa nebi maxamed baad dafiraysiin xaqa iyo baadilka ha isku qasina si guudna meel kastuu xaq yaal iyo meel kastuu baadil yaallo yaan la ysku qasin xaqa iyo baadilka in la ysku qaso maaha walaa talbisuu ha isku darina alxaqa xaqa ha ku darina bilbaadili baadilka wa taktumuu waxaad qarinaysiin markaa alxaqa xaqa ayaad qarinaysiin oo xaqiibaydaan ka hadlaynin wa antum taclamuun idinkoo og inuu kani xaq yahay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay markaad ogaatid shaygani inuu xaq yahay xaqa baadilka ha ku darin xaqa waa inaad indho u noqotaa ood af u noqotaa ood gacan u noqotaa ood adin u noqotaa ood adigu xujo u noqotaa xaqa waa inaad adigu dhaqaajisaa haddii kale xaqa inaad qarisa ayaa ka dhalanaysa wa antum taclamuun idinkoo og wa aqiimuu ooga as-salaata salaada ooga salaadaha tukada oo ooga buu rabbi yidhi wa aatuu bixiya az-zakaata zakadana bixiya oo warkacuu la rukuuca maca araakiciina kuwa rukuucsan kuwa tukanaya la tukada ee nebi maxamed iyo calayhi salaatu wasalaam kuwaa rukuucsan la rukuuca oo la tukada buu rabbi ina yidhi saddex amar baa halkan layna saaray koo waa inaan salaada oogno laba waa inaan zakada bixinno saddex waa inaan jamaca oogno oo ummaddaa wada tukanaysa inaynu la tukanno ayuu rabbi ina amray subxaanahu wa tacaala in shaa allahu tacaala casharkeennii tafsiirka qur'aanka kariimka ah halkaa ayuu inoogu joogayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu dembigeenna dhaafo inoona furo qur'aanka kariimka ah inagana dhigo dad diinta islaamku ay qalbigooga ku weyn tahay oo qadariya wallaahu subxaanahu tacaala calaa waclam.